الليلة حابة أتكلم لكم عن موضوع الأفيليت ماركتينج. إذا أنتم ما سمعتوا به قبل كده يبقى في حاجات كثيرة رايحة عليكم. موضوع الأفيليت ماركتينج موضوع تسويق إلكتروني جديد بيتعمل للشركات الكبيرة أو المنصات العالمية هي اللي بتشتغل به دائما، زي أمازون ونون وإي باي وغيرهم من المنصات. كل اللي بيكون عليك أنه أنت تسجل في الموقع بتاع اللي أنت بتختاره، وطبعاً أنا عارض عليكم الموقع بتاع babltd.com لأنه هو منصة سودانية وفيه جميع المنتجات المتوفرة في السودان، وفيه منتجات كثيرة إنتاج سوداني محلي، فإحنا لازم ندعم إنتاجنا السوداني. فيه مميزات كثيرة وفيه حاجات كثيرة هشرحها لكم بالتفصيل في الفيديو ده. طيب، احنا عندنا وقت كتير بنقضيه في السوشيال ميديا بدون فايدة، في حين انه احنا ممكن نطلع ارباح كتيرة شهرية من استخدامنا للسوشيال ميديا. الافيليت ماركتينج دايما بينفع مع الناس اللي عندهم فولورز او تجمعات كبيرة، يعني مثلا انت عندك صفحة فيها متابعين كتير، او عندك مثلا جروبات كتيرة انت مشارك فيها اذا كان في واتساب او في اي حتة تانية، فانت بتقدر تستغل الحتة دي، بتشوف مثلا المجموعة اللي حوالينك دي احتياجها شنو. يعني مثلا اذا هم ناس بيحبوا الكورة والرياضة والحاجات دي، بتلاقي منتجات في الموقع عن كل الرياضات دي، بتقوم بتجي بتاخدت لهم صورة المنتج وتفاصيل عنه، وبتخدت لهم الرابط الخاص بك على أساس أن هم يدخلوا عن طريق رابط بتاعك. لما يدخلوا حيسجلوا به، وأي منتج حيشتروه حينزل لك منه أرباح. دي باختصار شديد عن موضوع الأفيليت ماركتينج. بكل بساطة أنه أنت بتخد المنتج اللي بتختاره اللي بتحس أنه الناس اللي حوالينك ممكن يكونوا محتاجين له، بتخده مع اللينك الخاص بك. كل الناس اللي حيدخلوا ويسجلوا عن طريق اللينك الخاص بك ديلا، المشتريات اللي هم حيشتروها إذا كان اشتروا المنتج اللي انت عرضته أو أي منتجات تانية على الموقع، انت حتكسب منهم أرباح تنزل في حسابك دايركت. حاخدت لكم الرابط بتاع التسجيل هنا تحت طوالي، وحاخدت لكم رابط لقناة التليجرام عشان تعرفوا من خلاله الشرح بتاع شغل الأكاونت. شكرا لكم ودمتم بخير، وشوفكم تاني قريب بإذن الله.